السلام عليكم. فيديو النهاردة نتعرف فيه على كيفية تثبيت البرامج المطلوبة عشان نعرف نتعلم أساسيات البرمجة. مبدئيا ننزل بعض البرامج المطلوبة زي برنامج زام وأي محرر حضرتك أو حضرتك بترتاح له، محرر نصوص، برنامج نستطيع الكتابة عليه بعض النصوص. ومبدئيا إن كان عندك صفحة إيدج أو الجوجل كروم، نجرب في محرك البحث ونبحث عن زام. الارتباط الأول أو اللينك الأول هو المطلوب. نقرأ على أيقونة داونلود أو التحميل، نختار هنا ويندوز أو لينكس أو الـ OS Operating System. على حسب الـ Operating System اللي موجود عندي أنا بحمل البرنامج. طبعا تحمل البرنامج للويندوز. وهنا المفروض ان التحميل هيشتغل اوتوماتيك. هنا أيقونة التحميل اهي، وهذه تقدم البرنامج في التحميل. بعد ما يخلص هنشوف البرنامج يتحمل في أي مكان، ممكن من هنا من الداونلودز. لحد ما يحمل نشوف برنامج تاني، ممكن نختار برنامج باكيتس. باكيتس برنامج محرر للنصوص داونلود. الاثنين بيعملوا عملية تحميل. أنا شخصيا بفضل فيجوال ستوديو كود. فيجوال ستوديو كود VS كود. ادوس انتر، حمل برنامج فيجوال ستوديو كود. كليك داونلود فور ويندوز. في الزام بكمل والبراكتس بيحمل والفيجوال ستوديو كود. انا هعمل ايقاف للبراكتس، مش محتاجه، استنى الفيجوال ستوديو كود. زين خلص. ايقونة الفولدر دي شو ان فولدر يفتح لي المكان اللي اتحمل فيه البرامج. فيجوال ستوديو كود اول ما بيعمل تحميل على طول بيعمل لانش او اطلاق للتثبيت مباشرة. اكسبت، انا اقبل اتفاقية المستخدم، ونسيب المسار زي ما هو، مش مشكلة. نعمل تحديد على كل الخيارات الموجودة. تثبيت.
انتظر حتى يتم التثبيت بالكامل. اعمل لانش للفيجوال ستوديو كود، هنخليها عشان عايزين نفتح. برنامج الفيجوال ستوديو كود نختار فولدر جديد، نعمل فولدر في أي مكان احنا محتاجينه، وليكن على الديسكتوب، نعمل نيو فولدر نسميه مثلا ديكشنري. ونعمل سيلكت للفولدر، اخترنا سيلكت فولدر، سيلكت فولدر فولدر اوبن فولدر، حدد ديكشنري وسيلكت فولدر. بس هنا مفيش فايلات، مفيش اي حاجة. نعمل نيو فايل ونسميه مثلا index.php. وبكده احنا المحرر موجود وجاهز، وبرنامج الزامب الاباتشي شغال والماي سكول شغال. المفروض ان احنا هنكتب هنا في صفحة المحرر مجموعة من الاكواد يتم تنفيذها عشان اقدر احصل على صفحة انترنت. زين، نكست الكومبوننت المعمول لها علامة صح نتركها زي ما هي، لان انا محتاج الماي سي كويل، محتاج الفايل زيلا، ميركوري مي مش هحتاجه، توك ماك مش هحتاجه، بي اتش بي ماي ادمن محتاجه، فهنخليهم مبدئيا مش هيفرقوا يعني. نكست، وبختار المكان التثبيت، وعامة مش بنخليه في الدرايف السي، نختار اما درايف دي او اي، ونعمل له فولدر نسميه زامب مثلا. وعامة ينفع يكون في كذا نسخة من الزامب عندي على الجهاز الواحد. نختار هنا الديسكتوب، هنلاقي الملف الفولدر اللي احنا عاملينه هنا ده موجود هنا، نختار اوكي، نكست، نختار اللغة اللي هي الانجليش، وبعدين اخر مرحلة نكست. ننتظر لان البرنامج بياخد وقت في التثبيت. انا عملت ايقاف الفيديو وبعدين رجعت كملت وقتي. هنا في لو انا عاوز اعمل لونش او فتح للبرنامج بعد الضغط على او النقر على فينش، فانا مش محتاجه، هدوس فينش خلاص كده انتهى التثبيت والبرنامج الزامب موجود هنا. طبعا كده في نسختين زامب عندي، فانا مش محتاج دي، انا عملتها بس عشان اشوف التثبيت ازاي. اعزفها النسخة الموجودة عند الجهاز. تشغيل، شغل الزامب.
إلا البرنامج المفروض إن أنا محتاج أشغل أباتشي والماي اس كيو ال، فهدوس أو بالنقر على ستارت هنا الأباتشي وستارت الماي اس كيو ال، وممكن عن طريق الإعدادات كونفيجريشن هنا بدوس أوتوماتيك أوتو ستارت فور موديولز. أول ما يفتح البرنامج بيشغل موديولز زي الأباتشي والماي اس كيو ال. لو أنا محتاج حاجة تاني بدوس عليها وخليها فعالة أكتف هنا، وبعدين بدوس سيف، بحيث إن أنا لو قفلت البرنامج عملت له إكسيت بعمل البرنامج خروج وأشغله تاني، أول ما بيفتح يشتغل أوتوماتيك. باتشي هو السيرفر أو الخادم اللي أنا محتاجه عشان عمليات الاتصال، والماي اس كيو ال قاعدة البيانات اللي ممكن نحتاجها في تصميم الموقع. ولما بقفل من هنا البرنامج بيكون موجود شغال برضو، مش ما بيتقفلش، هو موجود هنا. والمحرر اللي هو مثلا برنامج الفيجوال ستوديو كود، في ناس مش بتحب تشتغل بيه، مفيش مشكلة، عايز تشتغل بالنوت باد ينفع، محرر فاضي، برنامج اكتب عليه كلام مش مشكلة.